ملايين المصريين عندهم حسابات بنكية، وفي كتير مننا بيتردد على البنوك بشكل مستمر عشان يسحب فلوس او يحط فلوس في الحساب او يحول لشخص تاني، لكن في فريق تاني بقى بيستخدم التكنولوجيا الرقمية عشان ينجز نفسه وهو في البيت او في الشغل. وطبعا البنوك دلوقتي بتوفر مميزات كتير عشان تريح عملائها، من ضمنها خطة السحب والإيداع من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM بدون فيزا، لأن أي حد معرض جدا ينسى الفيزا بتاعته وهو خارج، عشان كده البنوك سهلتها عليه. ومن هنا هنقولك إزاي تعمل إيداع لفلوسك من غير البطاقة الائتمانية أو الفيزا عبر ماكينات الATM. اول حاجة تكون حافظ رقم الحساب البنكي الخاص بك او كاتبه، بعدين تروح على اي مكنة ATM وتكون تابعة للبنك اللي مسجل فيه الحساب، بعدين هتختار خانة الخدمات بدون بطاقة وهتضغط على زر الموافقة على كافة الشروط والاحكام، والخطوة اللي بعدها هتدخل رقم الحساب البنكي بتاعك، وبعد كده هيطلع لك رقم سري مؤقت هيتبعت لك على رقم التليفون اللي متسجل عند البنك. وبعد كل ده حضرتك هتدخل الرقم السري المؤقت والفلوس اللي عايز تعمل لها ايداع في حسابك بكل سهولة، وما تنساش اخر حاجة هي انك تتأكد كويس من رقم حسابك البنكي ومن المبلغ اللي قمت بإيداعه. انا ابراهيم فتوح من بنكير، دمتم في امان الله. بنكير، نبض البنوك.